في المغرب كتجيهم في شكل تكون عندك بزاف ديال المواهب. لا دون نو دي جيت جالوس ما عارف. يو واتساب معكم الملوس في كلمه ليجند هكاك تنعرف راسي اي لايك نقول على راسي بريخوليتو ما كانش عندي بابا هيت كانت خايبه داك الوقت مي دابا عادي احسن منين ما كانش كون كان كره ما كنتش بحال هكا ما غدير والو ما عرفتش بنادم في شكل دابا قبل انا ما نكون تندير راب كنت ندير لا دونس واللعيبات وفي المغرب كتجيهم في شكل تكون تكون عندك بزاف ديال المواهب بحال اي دون نو دي جيت جالوس ما عارف تندير بحال هكا في شكل المهم شوك كوز اي دونت كير شنو تيقول بنادم دوب الاندستري في المغرب ولات واعره وبنادم ولات ليفل اب فهمتي النيفو طلع في المغرب خصنا نقول على داك الناس ستوبيد كي بنات كي دراري تدير الموسيقى راه موسيقى زعما لا هذاك خصك تحترم اي واحد فهمتي دري زعما خصو يدير راب وبنت لا الراب راه كتوصل ميساج راه الواليد تقدر دير راب الا بغات الراب غير شي حاجه تتعاودها تتعيشها وصافي يعني بحال الشعر ايوا اللي بغيت تكتب قول باش كتحس ما يمكنش تكون بنت ولا دري ولا قط باش تحس قول 99% كاملاش ما يمكنلكش دير اللي بغيتي في المغرب فهمتي ما يمكنلكش يمكن لك دير اللي بغيتي مي في واحد اللعيبه شكلكش زعما تعبر على اي حاجه في عقلك ما يمكن God did تقفي الله ما خصناش تقفي الله تقفينا بنادم ما عنده ما يزيدك الا كانت مكتبه لك شي لعيبه راه كتوصل لك واخا يتجمع زعما العالم ضدك فهمتش